كمان عايزه عايزين برضو نتكلم على الناحيه اليمين، هاني والشيخ امبارح قدموا ماتش كويس قوي. احمد الشيخ امبارح في الشوط الاول كان من اخطر اللعيبه في النادي الاهلي، وقدر الحقيقه ان هو يخلق اكتر من هجمه، ورجوعه بالمستوى ده للفريق اضافه كبيره قوي لفايلر، واضافه كبيره قوي للفريق ككل. كمان طبعا الشناوي، يعني الشناوي حضراتكم عارفين قد ايه يوم بعد يوم بيثبت نفسه ان هو حارس مصر الاول من غير كلام، دي ما فيهاش كلام. الشناوي مش بس كابتن من كباتن النادي الاهلي، لا الشناوي امبارح كان ظهر بشكل كويس قوي الحقيقه، انه هو كان سبب كبير في الهدف الاول اللي جه تقريبا يمكن بعد الثلاث لمسات بالظبط، كان جون لمروان محسن. حتى لما في لعبه معينه كده الكوره كانت وقعت منه، لا كان ذهنه حاضر وقدر ان هو الحقيقه يمسك الكوره على طول. بيطمن جماهير النادي الاهلي على حراسه المرمى، هو بالظبط مصدر امان بالنسبه لهم. يمكن كنا تراجعنا شويه في الشوط الثاني، المستوى ممكن يكون تراجع شويه، بس ده طبيعي لما انت برضو بتلعب فريق كبير زي وادي دجله. انا في وجهه نظري وادي دجله فريق كويس جدا، لعبته بتجري في الملعب كويس قوي، لعيبه متماسكه، الفريق كله متماسك، وانا شايف ان هو يستاهل ان هو يكون متقدم كمان عن كده بجدول الترتيب. ف بعد كل ده لا قدرنا ان احنا نبقى ماسكين نفسنا، قدرنا ان احنا نبقى محافظين على التقدم وان احنا نكسب المباراة.